السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده الغريبه، نوع كلنا بنحبه زي ما انتم شايفين. هنبتدي على بركه الله الشغل. عندي نص كيلو دقيق، عندي 125 جرام سكر بودره، عندي ربع كيلو سمنه في الثلاجه جامده حاططها في الثلاجه، وعندي بياض بيضه كبيره او بياض بيضتين صغيرين، وعندي الفانيليا. اول حاجه هعمل ايه؟ هحط السمنة والسكر على بعض واضربهم بالمكنة او بالمضرب الكهرباء، بس بالمكنة او المضرب الكهرباء. ودي خطوة مهمة، لو سمحت اهتم بيها، انك لازم تضربي السمنة الجامدة اللي خارجة من التلاجة مع السكر البودرة كويس جدا لحد ما تبقى زي القشطة والسكر بتاعها يدوب خالص. دي خطوة مهمة في الشغل. اهو ضربتهم مع بعض اهوت، بتبيض، بتبقى احسن حاجة في الاوقات اللي زي كده. السمنة الجاموسي بتبقى حلوة في الغريبة بالذات. عندي بياض البيضتين الصغيرين او البيضة الكبيرة اهوت، هحطها في فولة لوحدها كده مع طرف المعلقة ملح مع سنة فانيليا، هي تواركنهم في جنب، استنى عليهم شوية نشوف هنعمل بهم ايه. بشوف السمنة بتاعتي اخبارها ايه، على صابعك كده اتحرك صابعك عليها، لسه السكر في ايدك، تدور عليها الشغل تاني وتضربي فيها تاني لحد ما السكر بتاعها يدوب. سكرها خلص خلاص ودابت اهي، بشوف على ايدي كده وبفضي الدقيق بتاعي على السمنة والسكر. وهبدأ ان انا اخلط الخليط ده مع بعضه. قلبي قلبي براحتك خالص، مفيش مشاكل، اي عجينة عجيني فيها براحتك جامد، طالما لسه ما حطيتيش السوائل يعني براحتك. السوائل ساعه ما بتخش في العجينه بتشغل الجلوتين بتاع الدقيق، بيبدا موضوع العرق يشتغل. احنا لسه ما حطيناش السوائل ولا حطينا حاجه، يعني فيها براحتك لحد ما العجينه تبقى بيضه زي الفل. اهوت هعجن بايدي لحد ما العجينه تشبك في بعضها، تشبط في بعضها، ما تبقاش فاركه كده وتبيض شويه اهوت اهو، انتوا شايفين بتعجن معايا اهيت. الموضوع ما بياخدش وقت، الموضوع بسيط جدا، بس هو عايز اهتمام وعايز انك تمشي على الخطوات اللي هي اللي قدامك بالظبط. عندي بياض البيض اهوت، حطيت عليه طرف المعلقه قلت ملح وسنة الفانيليا، وهضربه بالمضرب اخليه مرنج اهو. ضربنا مرنج، احطه على العجينه بتاعتي طبعا عشان ما فيش في المرنج سكر، فما بيربطش جامد اهوت. حطيت المرنج على الدقيق وهبدأ اعجن وادعك فيها لحد ما تبقى بيضة زي الفل وطرية زي الململ. هطلعها بقى بعد كده على الرخامة وادعك فيها كمان اهوت، زي ما شايفين الشكل اهو، بدعك فيها بايدي الاتنين اهوت على الرخامة بتاعتي. اما بقت العجينة اهي شايفينها زي الململ اهو، ولم ودعك ولم ودعك ولم ودعك. شوف منظر العجينة بقى، تكور على ايدك، تتك عليها، لا بتشقق ولا بتتكسر ولا بتعمل ولا المواضيع دي خالص اهو، مفيش فيها اي حاجة. هركنها 5 دقايق وابدأ اشتغل فيها، هقطع حتة الغريبة والفها زي الرول كده
دي طريقتي في الشغل. شوف انت بتشتغل ازاي، تاخد منها بايدك على طول براحتك. وهقطع الغريبة حتت صغيرة، عايزة تقطعها كبيرة براحتك، عايزة تعمليها صوابع براحتك، عايزة تعمليها دواير براحتك. انا بحب الغريبة الصغيرة، باخدها على ايدي الفها بالراحة كده، ان هي زي المية، واحطها في الصاج بتاعي. لا بتشقق ولا بتكسر ولا المواضيع دي خالص وردة. المواضيع دي لو حصلت يبقى تقصير في اللي بيعمل الصنف. لف على ايدي بسهولة جدا اهيت، واحطها في الصاج بتاعي. عندي طبعا لوز، حطه في مية سخنة وقشرته وقسمتها اتنين، وبدأت احط على كل واحدة نص لوزاية براحتك. شوف انت عايزة تحط ايه، وهتخش الفرن على نار هادية جدا تستوي وتطلع. وبالهنا والشفا، الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، ونتيجته مضمونة لو مشيت على الخطوات. وهتشوفوا شكلها ما شاء الله زي الفل، لا مشققة ولا مخرمة ولا الجو ده خالص، حاجة محترمة قدامك. هقرب لك وتشوفي المنظر بنفسك اهوت. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.